صباح الخير للكل. نعمة ربنا يسوع المسيح تكون معانا جميعا. حب الله وشركة الروح القدس اللي يجمعنا باستمرار، اللي هو يدير الكنيسة في الأوقات الصعبة خاصة، يكون هو يرشدنا يقودنا على الدوام بهذا القداس اللي احنا ما متعودين علينا. راح نشترك من بيوتنا من عوائلنا بهذا القداس، ونصلي كلتنا سوا أن الله تعالى يجمعنا كعائلة واحدة، بالرغم من أنه إحنا ما موجودين داخل الكنيسة. فبهذا القداس راح نصلي نطلب من الله أن يشيل هذا المرض، وأن يساعد بشكل خصوصي المسؤولين الصحيين خاصة، والمسؤولين الإداريين أيضاً، أن يساعدهم أن يقودون الشعب إلى إنهاء هذه الأزمة الصحية. شبحت لا لا بمرومي، شبحت لا لا بمرومي، شبحت لا لا بمرومي، على شام صرق ورمين أشاف العدن عمي. Yeah.
Yeah.
هذا؟ من أعطاك هذا السلطان؟ فأجاب يسوع وقال لهم: أنا أيضا أسألكم عن كلمة واحدة، فإن قلتم لي أقول لكم أنا أيضا بأي سلطان أفعل هذا. معمودية يوحنا من أين هي؟ أمن السماء أم من الناس؟ فطفقوا يفكرون في أنفسهم قائلين: إن قلنا من السماء يقول لنا، فلماذا لم تؤمنوا به؟ وإن قلنا من الناس نخاف من الجمع، لأن جميعهم كانوا يتخذون يوحنا مثل نبي. فأجابوه قائلين: لا نعلم. قال لهم يسوع: ولا أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا. ماذا تظنون؟ رجل كان له ابنان، فدنا إلى الأول قال له: يا ابني اذهب اليوم واعمل في الكرم. فأجاب وقال: لا أريد. ولكنه أخيرا ندم ومضى. ودنا إلى الآخر وقال له كذلك، فأجاب قائلا: نعم يا سيدي، ولم يمضي. فمن هذين فعل إرادة أبيه؟ قالوا له: الأول. فقال لهم يسوع: الحق أقول لكم، إن العشارين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. فإنه قد جاء يوحنا بطريق العدل فلن تؤمنوا به، والعشارون والزواني آمنوا به. أما أنتم فمع أنكم رأيتم لم تندموا أخيرا لتؤمنوا به. شبوا هذه مثل غورة مربيثة انصول كربة مخابير بقاوة السياء دريل بقاوة معصرتة بنيل بقاوة برجة وكمية ولا تبلاخ ومسوفيرة كدوي وزونة بيرن شو دير أول ديم جيبت فلاحين دياويل من بيرة كربة فلاحين كمارالة تقول دي إيدت كما خالد وإيدتكم رجمينة وإيدتكم قطلينة مشو دير أود خنبش كبيرة مقماي والذهم هذا خبوي قريثة شو دير جيبي بلونيا وبتخمولو بمارة بلكي بنخبي من بلوني فلاخي بدغزيلة بلونا ميرا بيني رجيني أي ليراثة أي قطلخلة ورخدية بتاوطالة كم مارالك مبلطيلة بري من كرمه وكم قطليلة كد آث مر كرمه ما زل آو ذباوت أنا بلاخي ميرا طالي قاوت قشيوثة مهلك لا كرمة بيا ولا تبلاخ خنة دياوي لبير قاوت عدني ميرا طالي إيشا مولي وتنقريب قاوت الثاوة كيبا آوة دبنايك مرسليلة قشلة ريشة قرنيثة أثمن دي إلى مجيبة ماريا وإلى عجيب باود إينا من هذا كمن طلوخ ملقوذة ألا فيش قلت من نوخنا ولت تعمى لآوث بيرا ماني دناب الألب آلي كيبا بهارس وماني دأث كيبا ناب الألي طاوخلة مداريلة كدش ميلة رشانة كانوا بريشة مثل ديه إذيلا اللي إلى محكوي بإلى الأرادة زديلا من ناشن بيت كلي مخشب لي والا مغديك دنوية And when Jesus entered the temple, the chief priests and the elders of the people came up to him as he was teaching and said, By what authority are you doing these things? And who gave you this authority? Jesus answered them, I also will ask you a question, and if you tell me the answer, then I also will tell you by what authority I do these things. The baptism of John, whence was it? From heaven or from man?
and they argued with one another, if we say from heaven, he will say to us, why then did you not believe him? And if we say from man, we are afraid of the multitude, for all hold that John was a prophet. So they answered Jesus, we don't know. And he said to them, neither will I tell you by what authority I do these things. الأسبوع الماضي أنه البشرية كلها
مو بس جماعتنا، مو بس مجتمعنا، مو بس بلدنا أمريكا، هو ككل ضد هذا المرض، ولكن البشرية نشوف أنه الكرة الأرضية صايرة حقيقة كرة صغيرة بسهولة كلش. الأشياء الإيجابية والسلبية تنتقل من مكان إلى آخر مثل ما يقولون بين ليلة وضحاها، خلال بضعة أيام قصيرة قليلة جدا المرض انتشر بعالم كله، والبشرية اليوم محتاجة إلى هذا الشعور. وإذا نجي إلى أوضاعنا الحالية أو إيماننا الحالي، ومهم جدا أن نتذكر قول يسوع إلا أنه كنت جائعا فأطعمتموني، كنت عطشانا فسقيتموني، إلى آخر الكلمات اللي يسوع بالأخير يطلبها من عندنا، ما يطلب من عندنا أي شيء آخر ما عدا هذا الشيء، وهو شعورنا بالآخرين، اهتمامنا بالآخرين. فإذا هذا الأمر هو جدا مهم خلال هالفترة وخلال حياتنا كلها. الشيء اللي هو مهم حقيقة، لربما أكو بعض الناس اللي يقولون أنه الله دا يقاصص البشرية على هذا الشيء. أولا الله ما يقاصص، هذا فشيء مهم جدا أن نفكر بينه أنه الله ما هو مقاصص، بس ممكن الله أن يكون منبه، الله ممكن يذكرنا بأمور كثيرة تصير بعالمنا اليوم، على الأقل بحسب إيماننا ما هي مثل إرادته. فقد يكون هالشيء والأشياء السابقة، الأمراض، الأوبئة، الكوارث الطبيعية تصير بمجتمعنا، تصير بهالكرة الأرضية، تاريخ البشرية من زمان، حروب تصير، هي تنبيه للبشرية. فإذا نحتاج إلى نوع من بعوثة، نحتاج إلى نوع من توبة حقيقية، ما تكون مقتصرة على بضعة أيام، ولكن محتاجين إلى ما يسمينه الكتاب المقدس اهتداء القلب. فإذا اهتداء القلب هو مهم جدا، وحتى الناس اللي هم اعتياديين يدعونا إلى الصلاة، الناس الكبار، ومن ضمنهم رئيس الجمهورية أمريكا دونالد ترامب دعا إلى أن يكون اليوم الأحد 15 آذار أن يكون اليوم الوطني للصلاة، ويقول أنه كلتنا سوية بدعائنا إلى الله، مثل ما صار بالتاريخ مع أمريكا، الشعب الأمريكي اعتمد على الله، الله هو جزء مهم في تاريخ مالته. إذا نصلي قدر الإمكان، والكنيسة راح تكون مفتوحة للناس انفراديا يحبون يجون للكنيسة يصلون يزورون القربان باكر، وكل الأيام راح يكون عندنا قداس الصبح ساعة 9 راح ينبث أيضا، وهذا الشيء راح نخلي شوية ثقل على أخونا بشار أن ينقل لنا قداسة اليوم، قداسة الصباح لكل الناس حتى يكونون مشتركين بالصلاة. صلاتنا ودعانا للجميع، للمرضى خاصة هو بالشفاء، وأن يزول هالشدة بأقرب وقت ممكن. لنقم حسنا كلنا بإيمان ورجاء نطلب قائلين ارحمنا يا رب، ارحمنا يا رب، يا أبا الراحم وإله كل تعزيلا نطلب منك ارحمنا يا رب، يا مخلصنا والمعتني بنا ومدبر الكون نطلب منك ارحمنا يا رب، من أجل أمن ووفاق وثبات كل العالم وجميع الكنائس نطلب منك ارحمنا يا رب، من أجل وطننا وجميع الأوطان وجميع المؤمنين الذين يسكنون فيها نطلب منك ارحمنا يا رب، من أجل اعتدال المناخ وأفرق الغلال والثمار
وصلاح العالم أجمع نطلب منك ارحمنا يا رب. من أجل صحة آبائنا القديسين مار فرانسيس الحبر الأعظم بابا روما ومار لويس الجاثريق الباتريارك ومار فرانسيس أسقف أبرشيتنا وأبينا مار إبراهيم ومن أجل جميع الذين يخدمون معهم نطلب منك ارحمنا يا رب. من أجل آبائنا الأساقفة حافظي الإيمان في العالم كله نطلب منك ارحمنا يا رب. من أجل شفاء المرضى والفرج للمتضايقين ومكتئبين النفوس نطلب منك ارحمنا يا رب. من أجل أمواتنا وجميع الموتى الذين انفصلوا وانتقلوا من بيننا على رجاء القيامة نطلب منك ارحمنا يا رب. خلصنا أيها الرب المسيح بنعمتك وأخذ علينا أمنك وسلامك وترحم علينا ارحمنا يا رب. لنستودع أنفسنا جميعا الآب والابن والروح القدس آمين. نشهد ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لي
وبناتنا وجميع الحكام المؤمنين محبي المسيح وجميع الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين ها هنا وفي كل مكان لكي يمنحنا الله الذي نصرهم في القيامة من بين الأموات رجاء صالحا معهم ونصيبا وميراث الحياة في ملكوت السماء. بارك يا سيد. بمحبة كاملة وإيمان حقيقي لنظم هذه الأسرار فنؤدي لك المجد والإكرام والشكر والسجود الآن وكل أوان وإلى الأبد. السلام معكم معك ومع روحك. أيها الأعزاء، في هذا الوقت نتبادل سلام مع كل العائلة، الآباء، الأمهات، الأولاد. إذا أنتم كيف تشتركون بهذا القداس سلام القلوب، الله يريدنا أن قلبنا يكون بسلام معاهم وأيضا أن نكون بسلام مع بعضنا البعض. إخوتي وأخواتي، تبادل السلام بمحبة المسيح. الذي يراق عنكم
والكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات. نعم يا رب. اقبل هذا القربان لأجل جميع الخزانة والمتضايقين، لأجل الفقراء والمحتاجين، لأجل جميع المرضى والمعذبين، لأجل جميع الموتى الذين انتقلوا من بيننا، ولأجل كل المؤمنين في العالم الذين ينتظرون رحمتك. تقبلوا يا رب لأجل هذا الوطن وكل أوطان العالم، وخاصة الموبوءة بشكل أكبر بمرض الكورونا، كل المدن التي نعيش فيها وأهلها. صنهم بقدرتك من كل الأغراض والآفات، وامنحنا أمنك وسلامك كل الأيام. نحن أيضا يا رب، عبادك الضعفاء المجتمعون باسمك الماثلون أمامك، قد قبلنا بالتواتر عن أبينا ما رسمه ابنك. إننا الآن نحتفل بتسبيح وفرح بهذا السر العظيم الرهيب المقدس المحيي الإلهي، سر آلام ربنا ومخلصنا يسوع المسيح وموته ودفنه وقيامته. قفوا هادئين وخاشعين وصلوا والسلام معهم. ليات يا رب روحك القدوس ويستقر على قضاء عبيدك، يبارك ويقدسك ليكون لنا غفران الذنوب صفرا عن الخطايا، رجاء عظيما للقيامه من بين الاموات، حياة جديدة في ملكوت السماء مع جميع الذين أرضوك على هذا التدبير العظيم العجيب الذي حققته لنا. نحمدك نمجدك دوما في كنيستك المفتداة بدم مسيحك الثمين، بألسنة منطلقة وجوه مشرقة نصعد المجد والإكرام والشكر والسجود لاسمك الحي القدوس المحيي الآن وكل أوان وإلى الأبد. آمين. أيها المسيح سلام العالمين وأمان البشر، وأنزل الأمن والسلام في أقطار المعمورة وفي كنيستك الجامعة المقدسة، وأجعل بين الكهنوت والسلطة المدنية، وأجل الحروب من أجل الأرض، وأجل الشعوب المتخاصمة الداعية إلى العلم لنعيش حياة هادية وواضعة بمثابة الله. تقربنا يا ربنا وإلهنا رحمة نعمتك إلى هذه الأسرار المجيدة المقدسة المحيا والإلهية، ونحن غنيين مستحقين. Yeah.
الصلب، فإن ابن الله الوحيد أخذ من أجلنا جسدا بشريا مائتا ونفسا ناطقة عاقلة وخالدة، وبشرائع محيه وصاياه مقدسة نقلنا من الضلال إلى معرفة الحق، وبعد أن حقق تدبيره لأجلنا ذاق آلام الصليب وقام من بين الأموات وصعد إلى السماء وأعطانا أسراره المقدسة لنتذكر بها نعمته العظيمة علينا. فلنختبر إذن موهبة الحياة الخالدة بحب كبير وتواضع عميق، وبالصلاة النقية والشوق الواعي نشترك في أسرار الكنيسة على أمل التوبة، ونحن مرتدون عن زلاتنا ومتألمون على خطايانا طالبين الرحمة والغفران من الله رب الكون وصافحين لإخوتنا زلاتنا. واغفر يا رب خطايا عبيدك وزلاتنا، ونقينا نياتنا من الخلافات والخصومات. واغفر يا رب خطايا عبيدك وزلاتنا، ونفوسنا صافية من كل الحقد والعداوة. واغفر يا رب خطايا عبيدك وزلاتنا، نتناول القربان ونتقدس بالروح القدس. واغفر يا رب خطايا عبيدك وزلاتنا، نشترك في الأسرار بالمصالحة والرفاق المتبادل. واغفر يا رب خطايا عبيدك وزلاتنا، لتكن لنا يا رب هذه الأسرار لقيامة أجسادنا وخلاص لنفوسنا وللحياة الأبدية. لنصلي السلام معنا. واغفر يا رب خطايانا وزلاتنا، قدسنا بنعمتك لنكون آلا للوقوف دوما أمامك بقلوب نقية ووجوه مشرقة بالدالة التي أعطيت لنا برحمتك. ندعوك جميعنا سوية هكذا نقول: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، اعطنا خبزنا كفافنا اليوم، واغفر لنا خطايانا كما نحن ايضا نغفر لمن اخطا الينا، ولا تدخلنا في التجربه نجنا من الشر، لأن لك الملك والقوى والتسبيح إلى أبد الآبدين. آمين. سلام عنكم. سلام قديش إليك شلموذا. Amen.
نسمينه التناول الروحي، أي أن نتمنى نطلب من يسوع أن يكون قلوبنا حياتنا، أن كأنه وإحنا بالكنيسة كي نتناوله روحيا. هالفكرة هي موجودة وممكن أن تكون خاصة الناس اللي هم بعيدين عن الكنيسة، مكانات ما بها كنيسة، مكانات ما بها قداس، في ظروف خاصة، إنسان مريض. هذا التناول الروحي هو فد شعور أنه الإنسان يطلب من يسوع أن يكون حاضر حياته مثل ما يتناوله من القربان المقدس. خليت النعمة دم خيانة ما راني شو عم شيحة كملة برحمة من كل يا رب في كل الأيام
هو دم وربنا حياتنا بديا ويبارك جمعنا. وإن شاء الله تكونون فرحانين ونأمل